خطفت شقيقتها منها أدوار البطولة، محاولة الوقيعة بين الفنانة خيرية أحمد والفنانة سميرة أحمد وحقيقة خلافهم. رغم إيجاداتها لأدوار الكوميديا ونجاحها في تقديم أدوار الشر والتراجيدي أيضاً، لم تصفر الفنانة الراحلة خيرية أحمد بدور البطولة طوال مسيرتها الفنية. ماما خوخة بدأت التمثيل كوظيفة لسد احتياجات الأسرة بعدما ترك والدها عمله لظروف صحية، ولحقت بها بعد فترة وجيزة شقيقتها الصغرى سميرة أحمد التي حجزت مكانها وسط نجوم الصف الأول. لكن أرجع بعض النقاط ذلك الأمر إلى تخصص الأخيرة في أدوار الرومانسية والتراجيدي فضلاً عن جمالها الهادئ، على عكس شقيقتها الكبرى التي تخصصت في الكوميديا واهتمت بالمسرح على حساب السينما. اقتحم الشقيقة الصغرى مجال التمثيل كان له أثر على نجومية سمية وهو الاسم الحقيقي للفنانة خيرية أحمد، حيث تركزت الأضواء والإعلام على سميرة خاصة بعد زواجها من المنتج الشهير صفوة غطاس، وظلت حبيسة الأدوار السنوية رغم تكستها الأدوار متنوعة ولم تبرح مقعد السنيدة بلغة السينمائيين، كما أن لم تنل حظها من الترويج الإعلامي فعاشت دائما في الظل. الكوميديا كان لها نصيب الأسد من مسيرة خيرية أحمد خاصة في بداية مشوارها الفني، وشاركت عمالقة الكوميديا أمثال إسماعيل ياسين وعبد المنعم مدبولي في مسرحيات كثيرة، ولا أحد ينسى دورها في فيلم عريس مراتي حيث جسدت دور الزوجة البلهاء مع الراحل فؤاد المهندس، فكانت تفتتح في المشهد بالنداء عليه بطريقة كوميدية قائلة محمود، ليتجدد في كل مرة موقف كوميدي من خلال حوارها مع الزوج المغلوب على أمره. على غير المتوقع لم تكن سمية أو خيرية شخصية كوميدية على الإطلاق، بل كانت جادة في طباعها، حتى تزوجت من الكاتب الساخر يوسف عوف بعد قصة حب، فاكتسبت منه الروح الكوميدية حتى في الحياة اليومية، وأنجبت منه ابنهما الوحيد كريم، لكن ابتسامتها بهتت بعد وفاة زوجها عام 1999، وكان لذلك بالغ الأثر في نفسها لدرجة أبعدتها عن التمثيل فترة طويلة. لكن شقيقتها الفنانة سميرة أحمد تزوجت 4 مرات، منها مرتين تحول أزواجها من المسيحية للإسلام من أجلها. قدمت الراحلة أكثر من 50 فيلم أشهرها أميرة حبي أنا، كذبة إبريل، بحبك، وأنا كمان، وصايع بحر. شاركت في أكثر من 60 مسلسل تلفزيوني و40 مسرحية، ورغم كل ذلك الإنتاج الفني المتميز إلا أنها لم تكرم سوى مرة واحدة من خلال الدورة 14 مهرجان القاهرة للإعلام العربي. كادت تبكي من شدة الفرح على تقدير تأخر كثيرا، حيث لم يتم تكريمها من قبل في مهرجان يقام ببلدها وكانت المرة الوحيدة. خاضت الفنانة خيرية أحمد تجربة التقديم الإذاعي من خلال تقديم برنامج ساعة لقلبك الذي أذيع في الخمسينات، ثم انضمت لفرقة ساعة لقلبك المسرحية. كان البرنامج إذاعي فكاهي يتم تسجيله على مسرح في أثناء وجود الجمهور، لكن لم تقدم الفنانة سميرة أحمد أي برامج تلفزيونية أو إذاعية. في بداية مشوارها وضعت كل منهما نفسها في قالب فني خاص، حيث خيرية اشتهرت بدور الزوجة المملة الساذجة المسببة للمتاعب،
بينما عرفت سميرة أحمد بين المنتجين بممثلة العاهات، حيث أنها قدمت أدوار العمياء 5 مرات والخرصاء مرة واحدة والمجنونة، وهو اللقب الذي كان يثير ضحكها. أسست سميرة شركة إنتاج سينمائي أنتجت من خلالها العديد من الأفلام الهامة في السينما المصرية، منها البريء والبحث عن سيد مرزوق. لكن لم تخض الفنانة خيرية أحمد تجربة الإنتاج السينمائي واكتفت بالتمثيل. قدمت مسرحيات عديدة مثل ممنوع الستات والعبيط وأختي سميحة ونمرة 2 يكسب وسفاح رغم أنفه. قدمت مسرحيات أمام محمد عوض منها الطرطور وطبق سلطة وكلام رجالة ونقطة الضعف ومهرجان الحرامية. شقيقتها الفنانة سميرة أحمد لم تقدم أي عمل مسرحي، حيث أنها في تصريح سابق لها أكدت أنها لم تجد نفسها في المسرح، كأن لم تقدم الكوميديا لحبها الشديد للدراما. على عكس شقيقتها خيرية التي تنوعت أدوارها بين الكوميديا والتراجيدي، وإن كان يغلب عليها الطابع الكوميدي. رغم أن شقيقتها الفنانة الراحلة خيرية أحمد تخصصت في الأدوار الكوميدية، فإن أخبار الوقيعة بينها وبين سميرة لم تخل منها الصحف. حاول البعض الوقيعة بيننا كأختين حينما كنت أقوم بمسلسل أميرة في عابدين، وقالوا إني لم أرشح أختي للقيام بدور أختي في المسلسل لأنني أغار منها، واحترت سميرة عبد العزيز مكانها، وكان الأمر مضحكا جدا. كان لسميرة أحمد دور سياسي عام 2010، حيث خاضت الانتخابات البرلمانية عن حزب الوفد المعارض ليكون وجهتها السياسية في حملتها الانتخابية من جهة، ولكي تعبر من خلاله عن رأي الشعب تحت قبة البرلمان من جهة أخرى، لكنها لم تفوز بمقعد في البرلمان، بينما لم تخوض شقيقتها خيرية أحمد أي تجارب سياسية ولم يكن لها دور سياسي. غيرت الفنانة خيرية أحمد اسمها، حيث أن اسمها الحقيقي سمية أحمد إبراهيم، لكنها عرفت باسم خيرية، على عكس أختها سميرة التي اشتهرت باسمها الحقيقي سميرة أحمد. كانت خيرية أحمد سببا في نجاح العديد من الأعمال السينمائية، رحلت خيرية أحمد دنيانا عن عالمنا في 19 نوفمبر 2011 عن عمر ناهز 74 عاما، وسط دموع الفنانين بعد صراع مع المرض لعدة أسابيع نتيجة تعرضها لأزمة قلبية بسبب انسداد الشرايين، تترك إرثا فنيا يخلدها في ذاكرة الفن وفي قلوب الجمهور.